بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء السابع من اللقاءات الحية لمقرر نظم المعلومات المحاسبية المستوى السابع شعبة المحاسبة. كنا تناولنا في اللقاءات السابقة مدخل النظم والمدخل التحليلي، قلنا ان مدخل النظم بيعتبر افضل من المدخل التحليلي، وهو يتجنب القصور الذي يعاني منه المدخل التحليلي من خلال النظر الى النظام كوحدة واحدة، وبالتالي اخذ العلاقات المتشابكة بين اجزائه في الاعتبار عند دراسة وتقييم النظم. وبعد كده اتكلمنا عن النظم الرئيسية والفرعية، وضربنا عدة أمثلة، من ضمنها مثلا مثال على نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية، بينقسم إلى نظام التعليم قبل الجامعي ونظام التعليم الجامعي أو العالي، وإن احنا نظام التعليم العالي بينقسم إلى مجموعة من الجامعات، وكل جامعة تشتمل على مجموعة من الكليات، وكل كلية تشتمل على مجموعة من الأقسام، وكل قسم يشتمل على مجموعة من الشعب، وهكذا. وممكن كل شعبة تنقسم إلى مجموعة من المستويات إلى أن نصل إلى الجزء الذي لا يمكن أن يتم تحليله بعد ذلك، وهو يسمى في هذه الحالة نظام الصندوق الأسود، ويشكل هذا التحليل ما يسمى بالهيكل الهرمي. بعد ذلك اتكلمنا عن خصائص النظم، وقلنا ان خصائص النظم تتمثل في خاصية العلاقات المتبادلة، ويقصد بها العلاقات يقصد بها الحركة الديناميكية المتبادلة بين النظم الفرعية بعضها وبعض، او بين النظم الفرعية والبيئة الخارجية المحيطة بها. وضربنا امثلة على ذلك، ان لو احنا عندنا عدد النظم الفرعية عدد معين، هل يمكن حساب عدد العلاقات المتبادلة ام لا؟ لما قلنا ان احنا بنطبق القاعده بتاعتنا، هناك اسلوبين او طريقتين. طريقه ان احنا بنرسم هذه النظم الفرعيه، وبعد كده بنوصل النظم الفرعيه ببعضها البعض، وبنعد عدد الاسهم اللي تم توصيلها، نقدر نحصر عدد العلاقات المتبادله. الطريقه الرياضيه، وهي ان احنا نون ناقص واحد يبقى عدد النظم الفرعيه مثلا اربعه، يبقى اربعه ناقص واحد يساوي ثلاثه، بعد كده نجمع ثلاثه زائد اثنين زائد واحد، وانت نازل يعني تنازلي لحد ما تصل الى الرقم واحد، وهكذا. قلنا الخاصيه الثانيه اللي هي خاصيه الترتيب الهرمي، وبعد كده خاصيه الهدف، خاصيه المدخلات والمخرجات، خاصيه التحول، خاصيه التغذيه العكسيه. وبعد ذلك كنا متوقفين عند مكونات النظام، توقفنا عند مكونات النظام. هل هناك أي سؤال أو استفسار قبل أن نبدأ في هذا الجزء إن شاء الرحمن؟ أنا قلت أعمل زي مراجعة كده سريعة لحضراتكم، بحيث يعني اللي لسه هيدخل معانا اللقاء يبقى برضو ما فيش مشكلة خالص، يبقى ما يفوتوش أي جزئية إن شاء الرحمن. طيب تمام يا مازن، ربنا يكرمك يا رب. كنا توقفنا عند بقى مكونات النظام. نجيب الكتاب بقى، احنا هعمل لكم اهوت يعني ايه مشاركه، اعتقد ان هو ظاهر امامكم ان شاء الرحمن. كتاب ظاهر امامكم ام لا؟ ظاهر كتاب. ظاهر. طيب تمام، الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمكم يا رب. برضو عشان هننجز ونختصر برضو فيها، احنا قلنا مكونات النظام سبق القول انها عباره عن ثلاث عناصر رئيسيه، اللي هي المدخلات وعمليات التشغيل والمخرجات، ولكن بيضاف لها عنصر رابع الا وهو عنصر التغذيه العكسيه. تمام؟ طيب لو جينا نقول مكونات النظام بقى باختصار كده، الثلاث عناصر، فهي اول حاجه المدخلات.
خلي بالكم منها عشان دي ممكن تيجي في سؤال. نعم، خاصة الأنواع بتاعتها أيضا. طيب تعريف المدخلات أصلا إيه؟ المدخلات هي كل ما يدخل من البيئة إلى النظام، كل ما يدخل من البيئة إلى النظام، لأن النظام بيستمد المدخلات بتاعته منين؟ ما هو من البيئة المحيطة بيه اللي حواليه. وهذه المدخلات بتتمثل أو بيمكن أن تنقسم إلى 3 أنواع. إيه الـ3 أنواع ديت؟ قال لي في حاجة اسمها مدخلات أساسية، في حاجة اسمها مدخلات إحلالية، في حاجة اسمها مدخلات بيئية. طب عشان نفهمها يا دكتور بس كده بإطار عام، يعني إيه الكلام ده يعني؟ بمنتهى البساطة نقول مثال على نظام التعليم الجامعي بتاعنا، اللي هو إيه؟ هنفترض دلوقتي إن إحنا عندنا هنا في منطقة الإحساء، منطقة أنشأنا كلية على أحدث ما يكون من التراث، طيب تمام، وتعاقدنا مع أساتذة وعيننا أساتذة على أكفأ ما يكون، طيب تمام، وجبنا برامج للنظام التعليمي مفيش بعد كده، وموظفين واداريين والهيكل الاداري والتنظيمي كل حاجه زي ما بيقولوا بالبلدي كده 100 فل و14. طب ايه المشكله يا دكتور يعني؟ ولا طالب ولا طالبه قدموا للكليه. هل الكليه تشتغل؟ لا، لان يا دكتور اصلا انت عامل الكليه علشان مين؟ عشان الطلاب. طب الطلاب ما جوش، عشان كده الطلاب دول بقى بنقول عليهم ايه؟ مدخلات اساسيه، مدخلات رئيسية. ها هذه المدخلات لازمة لاستمرار النظام وقيامه بتأدية وظائفه. يبقى تاني الطلاب بالنسبة لنا يعتبروا ايه؟ مدخلات أساسية. تاني المدخلات قلنا تعرفها هي كل ما يدخل من البيئة إلى النظام. المدخلات دي بتشتمل أو بتنقسم إلى كم نوع؟ عشان ممكن اجيبها في سؤال او ما ليه. بتتمثل المدخلات في انواع، نقطتين وشرطه، الف 6، ب 5، ج 4، د 3. يبقى المدخلات بتتمثل في كام نوع؟ في 3 انواع. طيب ايه هم الـ3 انواع دول؟ مدخلات اساسيه، وقلنا بقى مثال زي الطلاب. طب تعريف المدخلات الاساسيه ايه؟ اهو هو ايه بقى؟ بتشمل كافه المواد والعناصر المتاحة واللازمة لاستمرار النظام وقيامه بتأدية وظائفه. بس هناخد السطرين دول فقط لا غير، تمام؟ طيب امال المدخلات الإحلالية بقى زي ايه؟ قبل ما نجيبها وتشوفوها، ما هي زي المدخلات الإحلالية يا دكتور بسيطة، هم أعضاء التدريس دول، الدكتور أحمد موجود السنة دي، ممكن السنة الجاية مش موجود. هلا ده هو عشان متعاقد، عشان متعاقد. طب لو كان سعودي ما يمكن يتم انتدابه للعمل في مكان اخر، ما يمكن يتقاعد، ما يمكن يتوفاه الله، ما يمكن ما يمكن الله. يبقى نفس الكلام ايه؟ هيتم احلاله بحد تاني. الاجهزه والالات والمعدات، طب ما لو انتهى اجلها او انتهى العمر الافتراضي، لا هنجيب مكانها اجهزه اخرى. يبقى دي كلها تعتبر مدخلات ايه؟ احلاليه، مدخلات احلاليه. اللي هي ايه بقى؟ اهو مدخلات احلاليه، اللي هو ان بعض اجزاء النظام قد تتعرض للتلف او النفاد مما يستلزم تغييرها واحلال اجزاء اخرى غيرها. ومن ثم فان المدخلات الاحلاليه لا تخضع لنشاط وعمليات النظام، ولكنها تصبح احد عناصر مكوناته مثل الالات وقطع الغيار والايه؟ الافراد. اسمها مدخلات ايه؟ احلاليه. رقم 3 مدخلات بيئيه. يعني ايه مدخلات بيئيه؟ عندنا منطقة الحسا هنا على سبيل المثال دايما يعني مشهورة قوي ان ساعات الامطار والغبار والكلام ده والايه وده بيحصل يعني. طيب افتراضا لما بتحصل مثلا دكتور ايه يحصل؟ يبقى في غيوم كده مثلا وغبارة جامدة كده، جامدة جدا يعني. ها بنلاقي بيطلع قرار، ها، ان يقول لك ايه؟ يتم تعليق الدراسة. يبقى الطلاب موجودين والكلية موجودة واعضاء التدريس موجودين والموظفين موجودين والاداريين موجودين وكل حاجة موجودة اهي، ولكن نظرا لان هناك بعض المؤثرات البيئية، ها، اللي هي ممكن ان تؤثر على اداء النظام ولا لا؟ قال لي اه. قلت له يبقى دي بنقول عليها اسمها مدخلات ايه؟ مدخلات بيئية. فقال لي بقى تعريفها هو باختصار اللي هي ايه؟ اي انها بتتمثل في المؤثرات البيئيه التي لا تخضع لعمليات النظام ولا تتحول داخله، كما انها لا تصبح احد مكوناته وانما تؤثر تاثيرا خارجيا على عمليات النظام ونشاطه او على النوعين السابقين من المدخلات، وهي قد تكون مساعده او معوقه للنظام. ومن أمثلتها الضغط الجوي ودرجة الحرارة والأمطار والسيول والغبار، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والإيه؟ والاقتصادية. يبقى الخلاصة بتاعتنا، نخلي بالنا من تعريف المدخلات، وقلنا المدخلات بتنقسم وتشمل كم نوع؟ قلنا 3 أنواع.
هم الثلاث أنواع: مدخلات أساسية، مدخلات إحلالية، مدخلات بيئية. بعد كده أنا هو عامل الشكل لحضراتكم برضو عشان تبقوا عارفينه، يعني اللي أنا كنت عمال أشرحه وأقول عليه، اللي هو أدي نظام الجامعة، أدي عندنا مدخلات أساسية اللي هم الطلبة يعني، مدخلات إحلالية أفراد ومعدات ووسائل، مدخلات بيئية عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية. وبعد كده الجامعة المفترض بتطلع لي مين؟ أيوه هنا كده في شغل، في تشغيل، في المطبخ بتاعنا بقى. المطبخ بتاعنا ايه؟ مش الطالب ده او الطلاب دول بيجوا لنا، المفروض بيدخل من اول السنه التحضيريه لحد المستوى الثامن. بنعمل فيه ايه؟ ده انت يا دكتور بتخليه ياخد كورسات ودورات ومحاضرات، وبيدخل قاعات تدريس، وممكن يبقى فيه انشطه تنطلب منه، وفي ابحاث تنطلب منه، وواجبات وتكليفات واختبارات فصليه واختبارات نهائيه، كل ده. يبقى ده عشان ايه؟ عشان يبقى ده اسمه عمليات تشغيل، عشان نحول المدخلات بتاعتنا ده هي المفروض اللي هي الاساسيه اللي هم الطلاب، نحولهم الى مين؟ الى مخرجات، الى مخرجات. ولما نيجي هنتكلم في المخرجات دي هنقول المخرجات ديت المفترض يجب ان تتناسب مع البيئه المحيطه، عشان كده الطلاب لازم يتوافقون مع، او الخريجين بقى الصح يعني، يجب ان يتوافقوا مع مين؟ مع سوق العمل، مع البيئه. نحن نخرج طلاب من عندنا يصلحوا ان هم يشتغلوا في مجالات الايه؟ البيئة والمجتمع المختلفة. فدول المخرجات بتوعنا. يعني انت عايز تقول لي الطالب ده عامل زي بالظبط كده القماش، نروح للترزي او الخياط يعمل عملية تشغيل، فيقعد يقطع ويقص ويفصل ويخيط ويعمل عشان يطلع مين؟ التوب. ايوه كده، التوب ده المنتج النهائي. انا بالنسبة لي انا كجامعة المنتج النهائي مين؟ الخريج. يبقى اسمه خريج وليس طالب، اسمه ايه؟ خريج. فعشان كده ده المطبخ بقى بتاعنا اللي هو عمليات التشغيل. عمليات التشغيل هي باختصار برضو، عن كل ده بقى مش مطلوب من حضراتكم الصفحه اللي بعدها، انا عايزكم على طول ايه؟ على تعريف التشغيل. لما احنا قلنا بقى اتكلمنا في المدخلات بانواعها اللي هي في الجزء الايه؟ السابق. التشغيل او التجهيز البروسيسنج. تعريفه ايه بقى التشغيل باختصار كده عشان هناخد بس هم اخر ثلاث سطور فقط، اخر ثلاثه سطور اهو، اللي هو من اول كلمه ايه؟ والمقصود بالتشغيل، مقصود بالتشغيل ايه؟ هو التفاعل الذي يتم بين عناصر النظام المختلفه من ناحيه، وبينها وبين المدخلات من ناحيه اخرى، وذلك بهدف ايه؟ تحويل مين؟ المدخلات. اي مدخلات؟ المدخلات الاساسيه اللي هم الطلاب بتوعي، دول المدخلات الأساسية. أنا عايز أحولهم إلى مين؟ إلى مخرجات. ومن ثم فإن تشغيل النظام يحتاج إلى تضافر عناصر النظام المختلفة. المكون الثاني اللي هو التشغيل أو التجهيز، هنبدأ من أول السطر الرابع اللي هو المقصود بالتشغيل هو كذا كذا كذا. بعد كده رقم ثلاثة المخرجات. المخرجات بتاعتنا اللي احنا قلنا بقى الخريجين، تمام، ثانية واحدة بس، احنا المخرجات هنا المفترض يجب ان ترتبط بالهدف او الاهداف المحددة. طبعا، يعني انت عايز خريج وخلاص ولا خريج ذو مواصفات معينة؟ لا، خريج ذو مواصفات معينة. ايوه كده، يبقى انت عشان كده وانت بتخطط وانت المدخلات بتاعتك اللي داخلة وعمليات التشغيل يجب انها تطلع الخريج اللي هو ايه؟ مرتبط بالاهداف بتاعتي. انا عايز اطلع ايه؟ المنتج بتاعي ايه؟ ما يجيش الخياط او الترزي مثلا انا عايز اطلع توب، الاقيه مطلع مثلا بنطلون او مطلع قميص. يا عم الشيخ احنا طالبين منك ايه؟ مخرج بشكل معين. يبقى دوت عباره عن الاهداف التي يسعى النظام الى تحقيقها، لان الفرق ما بين اهداف نظام ما ومخرجاته بيعتبر ان ده ايه؟ انحراف، مش كده ولا ايه؟ لانه كده لم يعمل على تحقيق الاهداف المخططه والمنشوده. زي بالظبط كده ما درسته في محاسبه التكاليف، في حاجه اسمها التكاليف المعياريه. يقول لك يعني ايه التكاليف المعياريه ديت؟ المفروض بتعمل مقارنه ما بين التكاليف المعياريه والتكاليف الفعليه عشان تطلع الانحرافات بتاعتك. انا متوقع المنتج بتاعي ده يكلفني كام؟ والله يكلفني 10 ريال. طب في واقع الحقيقه بقى كلفني كام؟ ده كلفني احتمال من ثلاث، يا يكلفني اقل، يا يكلفني يساوي، يا يكلفني اكبر. اذا كان اقل هبقى فرحان، بس لازم يكون الجوده كويسه، مش اوفر في الايه؟ في الفلوس في مقابل الجوده. طب ممكن يكون بالظبط، والله يبقى تقديراتي ممتازه وسليمه. طب لو كلفني اكبر، تعالى، يبقى انت الاختلاف ده سببه ايه؟ يبقى ده اسمه انحراف. فانت بتبقى عايز تسعى الى تحقيق اهداف محدده. فعشان كده المخرجات ديت بتنقسم الى نوعين،
هما النوعين دول. اللي في حاجة اسمها مخرجات نهائية ومخرجات ارتدادية. يعني كده مخرجات نهائية ومخرجات ارتدادية. المقصود بيهم يا دكتور دول؟ مخرجات نهائية دولت أبناء الطلاب، مخرجات نهائية الطالب بيتخرج من عندي وخلاص، بيخرج بقى من عندي. يعني بيعمل ايه؟ والله ده المفروض ها الشيخ مازن الغامدي وانوير واحمد الجويع واريج وحكيم وعبد المحسن اتخرجوا. طب خلاص بالسلامة يا ابني انت وهي وهو بقى، ربنا يوفقكم في حياتكم العملية بعد كده. طب يا دكتور هنشوفك تاني يا ابني والله لو في نصيب. ليه؟ اتخرج من عندي وخلاص، كل واحد بقى يروح يخدم في البيئة والمجتمع الموجود بقى ويشتغل في اي مجال. تمام، رجع لنا تاني؟ لا ما رجعش خلاص. طيب هنفترض بقى سعادتك اهو عم احمد الجويعي، عشان اتكلمنا عليك المرة اللي فاتت عم احمد الجويعي، تمام اهو يا عم انا في صفك كل مرة دي. احمد الجويعي ده طلع الاول، تم تعيينه معيدا بالكلية. قال لا، طب طالما يتم تعيينه معيد بالكلية هو في الاصل خريج، رجع لي تاني ولا لا؟ فبنوع عليه بقى مخرجات مرتدة. يعني ايه؟ ها بترجع لي تاني، ارتدادية، رجع لي مرة تانية، عشان ده بقى بيوضح التغذية العكسية او التغذية الايه المرتدة، الفيدباك، مش كده ولا ايه؟ لما يرجع ويبقى معايا ها كمعيد في الكلية، مش ده يعتبر هيدخل ضمن المدخلات بتاعة المنظومة ولا لا؟ ده يا دكتور هيدخل ضمن المدخلات اللي هي اللي كنا بنقول عليها مدخلات ايه؟ لا بتفتكروا، مدخلات احلالية، مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى كده قال ممكن حد تاني، اريج هتيجي تتعين موظفه، ايه المشكله؟ قال يبقى برضو دي رجعت لي تاني. يبقى في النهايه طالما انها دخلت للمنظومه بتاعتنا يبقى نقول عليها ايه؟ المخرجات ديت ايه؟ ده خرجت من عندي لكن ارتدت الي مره اخرى، رجعت لي. فعشان كده ده بيوضح التغذيه الايه العكسيه، لانه سيتم استخدام جزء من هذه المخرجات مره اخرى ويعتبر كمدخلات في المنظومه بتاعتنا. انما ده عبد المحسن وحكيم ومازن لا، ده بالسلامة اتكلوا على الله، كل واحد راح يشتغل في اي مجال تاني خلاص، ما رجعش الكلية تاني وممكن ما يجيش الكلية مدى الحياة خلاص. يبقى ده اسمه ايه؟ مخرجات نهائية. تمام، يبقى المخرجات تنقسم الى كم نوع؟ الى نوعين، مخرجات نهائية هي التي ينتجها النظام وتؤثر على الإطار العام الذي يعمل ذلك النظام في نطاقه، وبالبلدي بقى وهذا يعني المخرجات النهائية لنظام ما هي إلا مدخلات لمين؟ للبيئة. يبقى المخرجات النهائية مدخلات للبيئة بتاعتي، زي ما قلت بقى إنصاف ونوير وأحمد ومازن هيروحوا يشتغلوا في إيه؟ في مجالات البيئة المختلفة بقى أهو. يبقى دول مدخلات للبيئة. أما المخرجات الارتدادية هي تلك المخرجات التي تستخدم مدخلات للنظام نفسه، حيث أن النظام يمكن أن يستخدم جزءا من مخرجاته من الخريجين بالجامعة، فيعني ذلك أن جزءا من مخرجات الجامعة يتحول إلى مدخلات، وتسمى هذه العملية بالتغذية الإيه؟ العكسية. يبقى الخلاصة بتاعتنا أن عناصر ومكونات النظام ثلاث عناصر رئيسية: مدخلات، عمليات تشغيل، والمخرجات. المدخلات وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي مدخلات أساسية، مدخلات إحلالية، مدخلات بيئية. عمليات التشغيل هي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تتم بهدف وبغرض تحويل المدخلات الأساسية إلى مين؟ إلى مخرجات. خلي بالكم عشان ممكن أخدعكم، يجي الدكتور احمد يقول لك ايه عمليات التشغيل بتهدف الى تحويل المدخلات البيئيه الى مخرجات، فمعظم الطلاب يقول مدخلات الى ايه مخرجات، صح؟ لا يا حبيبي مش صح. ليه يا دكتور؟ ده جابها ما بين السطور. هو المفروض احنا الهدف الرئيسي بتاعنا ايه؟ هو كل نظام التعليم اصلا قائم عشان مين؟ ما عشان الطلاب والطالبات، ابنائنا وبناتنا، يعني في خدمتهم. هو ده الغرض الرئيسي. يبقى معناه ان هم دول مدخلات اساسيه. يبقى احنا عمليات التشغيل ها بتهدف الى تحويل المدخلات الاساسيه الى مين؟ الى مخرجات. الى مخرجات، تمام. بعد كده قلنا المخرجات، وقلنا انها بتنقسم الى كم نوع؟ قلنا بتنقسم الى نوعين، تنقسم الى نوعين اللي هم قلنا عليهم الايه؟ المخرجات الايه؟ المخرجات النهائية والمخرجات الارتدادية. تمام؟ طيب نيجي بعد كده ننتقل إلى جزئية أخرى اللي هي إيه؟
نقول أنواع النظم، أنواع النظم. حد عايز أي سؤال أو استفسار قبل ما ننتقل؟ نقول أنواع النظم. طيب برضو هنختصر ما تقلقوش. لو جينا نقول أنواع النظم، هو النظام دوت نوع واحد ولا عدة أنواع؟ قال لي لا، ده بيمكن نجيب برضو الكتاب معاكم اهو، اختصر عليكم جدا جدا ما تقلقوش، تنبسطوا يعني بالبلد يعني. يبقى هنا كده انواع النظم ايه؟ بيمكن تقسيم او تصنيف النظم حسب معايير او اسس معينه ومن اوجه مختلفه. يعني زي ما اجي اقول مثلا والله هيتم تقسيم ابنائنا في الجامعه على اساس ايه؟ على اساس الطول. على اساس الطول، يبقى ده تقسيم اهو، يبقى انت ده معيار للتقسيم، الطويل يجي هنا والقصير يجي هنا، او مثلا كذا. لا، على اساس الحجم، والله المتين يجي هنا والنحيف يجي هنا. لا، على اساس الجنسيه. لا، على اساس مش عارف كذا. على اساس، يبقى دي كلها انواع ومعايير للايه؟ للتصنيف والتقسيم، صح؟ فما يقول لك كلمه انواع النظم يعني تقسيم النظم، يعني كلاسيفيكيشن، خدتوها في التكاليف لما كان يقول لك ايه؟ تقسيمات التكاليف. دول يمكن الرقابه عليها، وتكاليف يمكن الرقابه عليها، تكاليف متغيره وتكاليف ثابته، تكاليف مش عارف مباشره وتكاليف غير مباشره، تكاليف دي كلها انواع وتقسيمات لمين؟ للتكاليف، على حسب المعايير والاسس التي يتم استخدامها لتصنيف التكاليف. بالمثل احنا كمان في النظم، انواع النظم هنا بتنقسم الى ايه؟ باختصار هناخدها رؤوس اقلام دون شرح. اظن كده بقى بنيسر عليكم اهو. ايه بقى الانواع ديت؟ عبارة عن سبع أنواع. يا دكتور احنا شايفين في الصفحة اللي قدامنا هي صفحة 41، دول أربع أنواع. ما أنا عارف، بس أنا قلت لك سبعة. طب يا دكتور هم سبعة ولا أربعة؟ لا، هم سبعة. طب التلاتة التانيين فين؟ ما هقول لك عليهم صبرا بالظبط، ثواني. نقول دول الأول أهو، ده دي أنواع النظم. أول حاجة على أساس الى نظم طبيعيه ونظم صناعيه. نظم طبيعيه اللي هي من صنع المولى عز وجل، نظم صناعيه اللي هي من صنع البشر، يعني عشان تبقوا عارفينها بس. يعني على اساس العلاقه بالبيئه، نظم مفتوحه ونظم مغلقه. مغلقه يعني لا تتفاعل مع البيئه المحيطه بها، زي ما يجي كده نقول عارفين لما دايما نشبه حتى من الطلاب او الطالبات، يا ابني انت مالك منغلق على نفسك كده ليه؟ انت قافل على نفسك كده ليه؟ خليك اجتماعي، لان ده ممكن يسبب لك مشاكل وعقد و والكلام ده. فيجب على النظم ان تكون مفتوحه، تمام، تتفاعل مع البيئه المحيطه بها وتستمد منها وتؤثر فيها وتتاثر بها. على اساس درجه التعقيد، هل النظام دوت سهل وبسيط كده والناس تقدر تفهمه، ولا كومبلكسد ومعقد بقى وصعب؟ فاللي بيمكن تقسيمها على اساس درجه التعقيد الى نظم بسيطه ونظم ايه؟ معقده. على اساس درجه التاكد، هل هي نظم متاكد المعلومه مثلا يعني، فنظم محدده وواضحه، ولا هي نظم احتماليه؟ يبقى دي كده اربع انواع، عشان ممكن نجيب سؤال يا اما صح او خطا او اختيار من متعدد. فمثلا نقول السؤال الاولاني، بيتم تصنيف او تقسيم النظم على اساس العلاقه بالبيئه الى نظم مفتوحه ونظم مغلقه. ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. صحيحة. الإجابة إيه؟ العبارة صحيح. نعم عم أحمد، ممتاز، تسلم ومازن كمان. إنما ممكن نجيب اختيار من متعدد بقى، نقوم قايلين إيه؟ على أساس، يمكن تقسيم النظم على أساس العلاقة بالبيئة إلى نقطتين وشرط. ألف نظم طبيعية ونظم صناعية، ب نظم بسيطة ونظم معقدة، ج نظم رسمية ونظم غير رسمية، د نظم مفتوحة ونظم مغلقة. أيوة قريش، تمام. يبقى الإجابة د اللي هي نظم مفتوحة ونظم إيه؟ عشان بس عايزكم تتعودوا على صيغة السؤال. طيب تمام، عشان نختصر على حضراتكم ابنائي وبناتي الاعزاء، قلنا هناخد بس الايه؟ الشكل اللي موجود امام حضراتكم اللي هو انواع النظم، شكل مبسط كده فقط. التفاصيل اللي عايز يقراها ويرجع لها يعني يبقى كويس، ما قراهاش يبقى احنا هنكتفي بس بايه؟ بالانواع ديت كرؤوس اقلام. دكتور قبل ما تمشي وتسيب الصفحه، امال فين الثلاثه انواع الاخرى اللي انت قلت عليهم؟ تمام، الثلاث انواع اهم ايه دول؟ ده موجودين صفحه 44. نعم،
يبقى صفحة 44 الفقرة الأولى موجود فيها إيه؟ في بدايتها ها الثلاثة التانيين. طب يقول إيه بقى؟ بالرغم من تلك التقسيمات لأنواع النظم إلا أنه يمكن النظر إليها من زاوية مدى استفادة النظم من التقدم التكنولوجي المعاصر وسبل تشغيل ومعالجة البيانات. يبقى من حيث مدى استفادة النظم من التقدم التكنولوجي، هناك نظم تشغيل يدوية ونظم تشغيل آلية. من حيث زاوية تكاملها مع النظم الفرعية الأخرى تنقسم إلى نظم معلومات متكاملة وأخرى غير متكاملة. من حيث مدى الالتزام القانوني، هناك نظم معلومات رسمية وأخرى غير رسمية. يبقى دي ثلاثة أنواع تانية لأنواع نظم نخلي بالنا منها لو تكرمت. من حيث مدى استفادة النظم من التقدم التكنولوجي، قلنا بقى نظم تشغيل يدوية ونظم تشغيل آلية. من حيث تكاملها مع النظم الفرعية الأخرى، يبقى نظم معلومات متكاملة وأخرى غير متكاملة. من حيث مدى الالتزام القانوني، هناك نظم معلومات رسمية وأخرى غير إيه؟ رسمية. دي كده تابع أنواع النظم. بعد ذلك ننتقل إلى جزئية أخيرة هنقولها في هذا الفصل، اللي هي عبارة عن وظائف ومهام نظام المعلومات. وظائف ومهام نظام المعلومات بشكل عام عبارة عن إيه؟ بيقوم نظام المعلومات بالوظائف والمهام الآتية. هما خمس وظائف على فكرة، خمس وظائف رئيسية. خمسة؟ الخمسة دول يهموني رؤوس أقلام. طيب تمام. لا، ما عدا رقم ثلاثة، ما عدا رقم ثلاثة. طب إيه هما الخمسة دول يا دكتور؟ هيقول لك بقى عليهم، هنشوفهم نستعرضهم مع بعض. هيقعد يقول لك تجميع البيانات، تشغيل البيانات، إدارة البيانات، إنتاج الإيه؟ إنتاج المعلومات وهكذا، ورقابة وحماية البيانات. طبعا دول الخمس وظائف. نقولهم كده سريعا، يبقى وظائف ومهام نظام المعلومات. رقم واحد تجميع البيانات اللي هي الداتا كوليكشن. هو بيجمع البيانات ديت منين؟ ابنائي وبناتي، منطقي من المستندات، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، لان المستند هو المصدر الموضوعي والرئيسي لاثبات وحدوث الايه؟ العمليه، صح؟ زي فواتير البيع، اذون الصرف الى اخره. وعشان نتاكد ان البيانات ديت سليمه لازم يكون لها مستندات. طيب اتنين، يبقى بنجمع البيانات عشان بعد كده حتى نعملها تقسيم وتصنيف الى اخره. بعد كده تشغيل هذه البيانات، نجري مجموعة من عمليات التشغيل على هذه البيانات علشان نحولها إلى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات المختلفة. يبقى رقم واحد تجميع البيانات، اتنين تشغيل البيانات، ثلاثة إدارة البيانات. دي أهمهم بقى بصراحة. يبقى رقم ثلاثة دي أهمهم. نعم، ثلاثة إدارة البيانات، الداتا مانجمنت. فنخلي بالنا منها. إدارة البيانات بقى دي بتتكون من كم خطوة أبنائي وبناتي الأعزاء؟ قال لي من ثلاث خطوات. إدارة البيانات تتكون من ثلاث خطوات، نخلي بالنا لو تكرمت. أهي ثلاث خطوات دي جبتها في سؤال على فكرة في مرة. ها، يبقى تاني، عملية إدارة البيانات تتكون من كم خطوة؟ من ثلاث خطوات. إيه هي الثلاث خطوات دي؟ التخزين، التحديث، الاستدعاء. التخزين، التحديث، الاستدعاء. مرة تانية، التخزين، التحديث، الاستدعاء. هذه الخطوات الثلاث ممكن أن تكون محور أسئلة لحضراتكم أيضا. نقول كل واحدة كده سريعا يعني. التخزين يعني إيه التخزين؟ قال لي التخزين يعني وضع البيانات في ملفات أو قواعد بيانات، وتقدم البيانات المخزونة تاريخ للأحداث، وتعكس حالة الإيه؟ الوحدة الاقتصادية. بالبلدي كده، انت المفترض انا مثلا لما باجي على الكمبيوتر بتاعي، اللابتوب بتاعي، ما انا ببقى عامل فولدر كده اسمه ايه؟ ده خاص بالايه؟ بالتعليم عن بعد، مقرر نظم معلومات محاسبية. لا، في ملف تاني خاص بالتعليم عن بعد، مقرر البحوث المحاسبية. في ملف تاني خاص مثلا بالدبلومة. لا، في ملف تاني خاص بالايه؟ مثلا بالتدريس في الشعب المختلفة. مثلا والله بدرس مادة مراجعة، بدرس مادة مش عارف مثلا كذا، بدرس مادة كذا. يبقى كل مادة منهم بعمل لها ايه؟ فولدر كده خاص بي، بعمله تخزين او بخزنه على لاب. طيب والله بخزنه بصورة دائمة ولا مؤقتة يا دكتور؟ لو انا مثلا كنت بعمل بحث زي ما بقول لابنائي في البحوث المحاسبية، عملت بحث مثلا عن المراجعة المشتركة، طب ما خلاص خلصت البحث ده، انا فاكر ده انا نشرته بقالي سنة، طب ما خلاص الفوردر خلاص حفظته،
هرجع له تاني؟ لا، إلا إذا كنت عايز أعمل أي حاجة، مثلا أعمل جزئية في كتاب مثلا تتكلم عن المراجعة المشتركة، في حد محتاج مراجعة عن المراجعة المشتركة، أضطر أرجع للملف اللي أنا كنت مخزنه بصورة دائمة عشان أخد منه إيه؟ بعض البيانات أو المعلومات مثلا، يبقى ده اسمه تخزين. أمال التحديث إيه؟ التحديث ده والله سعادتك عم الدكتور، ها أي واحد من حضراتكم، بلاش الدكتور أحمد، ما هو منطقي سعادتك انت لما تيجي تتخرج ان شاء الرحمن وتبقى خريج كده قد الدنيا كده ان شاء الرحمن، مش بتغير عندنا في مصر على طول بنعملها ازاي؟ البطاقه الشخصيه بتاعتي او بطاقه الاحوال يعني، ها مجرد مثلا انا درجتي العلميه استاذ ايه؟ مساعد، او استاذ مساعد، لا والله ده انا حصلت بقيت الدرجه العلميه او الرتبه العلميه استاذ مشارك، بروح اغيرها عشان اكتب في البطاقه بتاعتي ها استاذ مشارك، ان شاء الرحمن لما ابقى استاذ بدعواتكم كده المولى عز وجل قريبا يعني اروح اغيرها. ليه؟ عشان اعمل تحديث في البيانات بتاعتي، زي البنك كده دايما يبعت لك رساله كل سنه يقول لك عايزين نحدث البيانات بتاعتك، مش كده ولا ايه؟ واحيانا في الجامعه يقول لك ايه في بيانات عايز تحدثها؟ لان انا كنت والله درجه استاذ مساعد بقيت استاذ مشارك، يا جدعان ده بقالي كذا سنه انتوا ليه ما عدلتوش؟ لو سمحتوا حدثوا البيانات بتاعتي. لو طالب بيدخل معانا على البلاك بورد مثلا ولسه ضايف في الماده قريب مثلا يقول لك لو سمحت يا دكتور عايزين نعمل اعمل تحديث كده في الايه في البلاك بورد عشان ايه ان الطالب يقدر يدخل وينضاف معاك من ضمن قوائم الايه الاسماء، يبقى دي كلها تحديث للبيانات. يبقى التحديث ده يتمثل في تعديل البيانات. احنا بعنا بضاعه مثلا على سبيل المثال مين لابنته ايش، طيب ايه المشكله يعني بعنا لها البضاعه دي ب 100000 ريال، فاحمد المفترض الجويعي سجل ان اريج اشترى بضاعه مننا على الحساب ب 100000 ريال. اريج جت بعد 3 شهور ها دفعت مثلا 40000، مش المفروض ان عم المحاسب عم احمد الجويعي ده يستدعي البيانات ديت عشان يعمل لها تحديث؟ طبعا. ليه؟ عشان يخفض المبلغ، يقول بدل ما اريج عليها 100 لا ده سددت 40 يبقى المتبقي عليها كام؟ 60. يبقى ده اسمه تحديث للبيانات بتاعت العملاء والموردين، ايضا يجب ان يتم ايه تحديث البيانات بتاعتهم باستمرار. هنا كده اهو تحديث البيانات يتمثل في تعديل البيانات المخزونه لتعكس الاحداث والعمليات والقرارات المتخذه حديثا، ويؤدي التحديث الى ان تعكس البيانات المعدله الوضع الحالي للايه للشركه او للاحداث. الاستدعاء، الاستدعاء يعني انك تنادلها يعني تعالى ملف كذا، تعالى يا بيانات كذا، ليه؟ انك انت بتطلبها فبتستدعيها علشان تجري عليا مزيد من عمليات التشغيل او لتحويل هذه البيانات الى معلومات تفيد المستخدمين. يبقى الاستدعاء يعني استخراج البيانات المخزونه لاجراء مزيد من عمليات التشغيل عليا او لتحويلها الى معلومات تفيد المستخدمين. فالجزئيه ديت بالتفصيل لو تقربتم هتخلي بالكم منها، اللي هي تاني او رقم 3 اللي هي إدارة الايه البيانات، إدارة البيانات. يبقى قلنا عملية إدارة البيانات تتكون من 3 خطوات، الخطوات دي عبارة عن ايه؟ قلنا التخزين والتحديث والاستدعاء. أي خطوة من دول ممكن تيجي لحضراتكم في سؤال مستقل. مثلا ها تعني نقط بتعني استخراج البيانات المخزونة لإجراء مزيد من عمليات التشغيل عليها أو لتحويلها إلى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات. ألف التخزين، ب التحديث، ج الاستدعاء، د لا شيء مما سبق. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ تمام أريج، يبقى الإجابة الصحيحة جيم، وأحمد الجوعي برضه قال إيه؟ الاستدعاء. تمام ممتاز، وانصاف برضه أيضا إيه؟ أيوة. يبقى أنا بس بقول لكم ليه عشان أعودكم برضه أهو تاني على نمط الإيه السؤال. قلنا اتفقنا مع بعض عملية إدارة البيانات تتكون من خطوات 4، ألف العبارة صحيح، ب العبارة خطأ. أيوة عم أحمد العبارة إيه خطأ. تمام، هو حظكم ان انا ما بختبركوش حضوري، لان لو بختبركم حضوري دايما على طول الهواي والبرقواه هديش تقول لي يعني ايه، فانصف قالت لها الهواي والبرقواه يعني لماذا؟ قالت لها انت بتقولي ايه ان هو بيقول من 4 خطوات فانت قلت العباره خطا، خطا ليه؟ فيقول لك لا لانهم من 3 خطوات. ايوه كده تمام، تقول العباره خطا لانهم ليسوا 4 خطوات وانما هم 3 خطوات فقط، وهي التخزين والتحديث والاستدعاء. نقول بقى باقي الوظائف اللي احنا قلنا هنقولها رؤوس اقلام، يبقى قلنا الـ3 وظائف الاولى اهي اللي هي عباره عن ايه بقى؟ رقم 1 تجميع البيانات، 2 تشغيل البيانات، 3 اداره البيانات،
انها بالتفصيل دي، نخلي بالنا منها. اربعه، رقابه وحمايه البيانات، وده حاجه منطقيه ان انت لازم في نوع من الرقابه والحمايه، سكيورتي كده او كنترول على البيانات والمعلومات بتاعتك. اه طبعا ده حتى اي حد فعلا في الزمن اللي احنا فيه ده يقول لك يا عم الجوال بتاعك الشخصي، الجوال اهو، مش هنقول بقى بيانات في شركه، اعمله باسورد. باسورد ليه؟ افتراض حد من زملائك، بلاش حد من زملائك يا عم، عايز يعمل فيك موقف ولا حاجه لا قدر الله، خليك حسن النيه. ممكن حد من ابنائك، ايه المشكله يعني؟ محمود ابني يقوم ماسك الجوال كده ولا حاجه وهو بيلعب، يقوم دايس على اي حاجه مثلا، ممكن يبعت رساله لاي حد مثلا او صوره يقوم باعتها لاي حد. اه وحصلت على فكره في احد المرات، بس ربنا ساتر يعني، بعت صوره اي حاجه يعني، وكانت حتى على جروب القسم كمان ولقيت احد الزملاء لما كلمني قال لي هيحذف الصوره يعني. فهي الفكره في ايه؟ انك لو انت عامل باسورد مش هتدي فرصه لاي حد انه يتلاعب في البيانات والملفات بتاعتك. يعني يا دكتور يا اولاد لحد الجامعه حتى بتقعد تاكد علينا الموضوع ده، يقول لك دايما يعني انا اكيد الكمبيوتر بتاعي في الشغل ما هو لازم عليه باسورد باسمي وبحاجات معينه برقم معين ما حدش يعرفه غير. تمام، زي نفس الكلام لو انت في الشركه، احمد الجوع يا دكتور ما الدنيا برضو امان. قلت له يا عم الحاج ده ما فيش مشكله، افترض ان انت قاعد في المكتب في الشركه كده ودخل عليك مثلا عم الدكتور احمد حامد وانت بتعزمه على فنجان القهوه كده، جالك تليفون او اي حاجه، خرجت من المكتب لمده 5 دقائق او 7 8 دقائق، طب ما انا سهل اقوم هوب يا برنس اقوم جايب الفلاشه اقوم حاططها على جهاز الكمبيوتر بتاعك واخد نسخه من الملفات اللي موجود، من ضمن الملفات دي الشركه بتاعتك هتدخل في مناقصه مهمه جدا، بقت الداتا كلها عندي ولا لا؟ اه ممكن سعادتك ها اسيء التصرف ولا لا؟ مين اللي هيبقى مسؤول؟ سعادتك اللي هتبقى مسؤول، ضيعت المناقصه على الشركه اللي كانت هتكسب من وراها ملايين. بسبب ايه؟ بسبب حاجه بسيطه جدا اسمها رقابه وحمايه البيانات. رقم 5 يقول لك انتاج المعلومات، المفروض بقى ان انت ايه؟ بتنتج المعلومات عشان بعد كده تعمل ايه؟ بتنتج المعلومات ديت في شكل ايه؟ يا عم الحاج المفترض في صوره تقارير، التقارير دي المفروض بتشتمل على المعلومات الناتجه من عمليات التشغيل التي تمت على البيانات اللي عندك، والتقارير دي كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وقلنا انها يجب ان تتناسب مع المستوى الاداري الذي ستقدم ايه؟ اليه. صح، يبقى معنى كده ان انت توصل التقارير دي كمان في صورة، يجب ان تكون في صورة مفيدة ومفهومة لمن يستخدمها، يبقى ده كده انتاج المعلومات. يبقى تاني وظائف ومهام نظام المعلومات قلنا 5 حاجات، رقم 1 تجميع البيانات، 2 تشغيل البيانات، 3 إدارة البيانات اللي هم الثلاث خطوات التخزين والتحديث والاستدعاء، 4 رقابة وحماية البيانات، 5 انتاج المعلومات. واضح أبنائي وبناتي الأعزاء؟ بقيت الفصل مش مطلوب من حضراتكم أهو، بقيت الفصل ده مش مطلوب من حضراتكم. ننتقل إلى الفصل الإيه؟ الفصل الثالث بمشيئة المولى عز وجل. في الباب صح. ها تمام أبنائي وبناتي الأعزاء، الفصل الثالث بإيجاز برضو عشان نحاول نبسط على حضراتكم كده، هو عنوانه إيه؟ تخطيط وتحليل وتطوير وتصميم وتوثيق نظم المعلومات المحاسبية، اللي هو باختصار كده دورة حياة النظم، دورة حياة النظم، دورة حياة النظم. مازن رفع ايدك تقريبا ولا ايه؟ اه طيب نزل ايده. لا ولا يهمك ولا يهمك، مفيش مشكلة خالص يعني. انا قلت يمكن تكون عايز تسال سؤال ولا حاجه فعشان كده قلت بس الفت نظرك يعني. طيب يبقى تاني كده باختصار الفصل الثالث
تخطيط وتحليل وتطوير وتصميم وتوثيق. هناخد كل برضو حاجة من دول برضو كده بسيطة ما تقلقوش ان شاء الله الرحمن، اللي هي باختصار كده وتصميم وتوثيق نظم المعلومات المحاسبية اللي هي دورة حياة النظم، ودي موجودة عند حضراتكم مسجلة في الحلقات اللي هي رقم 11 و 12. باختصار كده لو جينا نتكلم فيها برضو دون الدخول الى تفاصيل بقى مشروع قبل كده حضراتكم، هو اي واحد فينا في حياته اصلا يعني قبل ما بيبدا اي حاجه مش لازم يعمل تخطيط، ده لازم، ده اساسي، لان انت اساسا ان اي شركه ممكن انها تفشل نتيجه عوامل عديده، من اهمها ايه؟ هل هي بتنتج معلومات مفيده ولا لا؟ احنا لسه قايلينها اخر حاجه في وظائف ومهام نظام المعلومات انتاج المعلومات، هل تنتج معلومات مفيده ولا لا؟ وعشان تكون معلومات مفيده ويمكن الاعتماد عليها لازم تكون ملائمه ويمكن الاعتماد عليها ان تكون خاليه من اي اخطاء او غش، لخصائص المعلومات السابق ذكرها وتناولها في الفصل الاول لما عدنا نقول في عندنا خصائص رئيسيه وخصائص فرعيه وخصائص ثانويه، لان المعلومات دي هتساعد في اتخاذ الايه القرارات. علشان كده المفروض ان اي محاسب بشكل عام كده يجب ان يكون على درايه بكيفيه دراسه النظم. طب عشان ندرس النظم هنتكلم عن التخطيط والتحليل والتطوير والتصميم والتنفيذ والمتابعه والتوثيق لهذه النظم. اول حاجه مرحله التخطيط. مرحله التخطيط دي بتشتمل على ايه؟ قال لي بتشتمل على اربع حاجات. ما فين الاربع حاجات دول يا دكتور؟ اهم موجودين في الفقره الاولى على فكره، اهم يعني كده بيبقى مرحلة التخطيط لنظم المعلومات المحاسبية دي بلانينج ستيج بتشتمل على ايه؟ قال لي تشتمل على اربع نقاط رئيسية. الاربع نقاط عبارة عن ايه؟ واحد، وضع الخطة الاستراتيجية لتطوير نظم المعلومات المحاسبية. اثنين، تحديد مشروع التطوير عشان نقدر نعمل ايه؟ نفي المعلومات اللي الإدارة بتحتاج إليها. رقم ثلاثة، حددنا المشروع يبقى عملنا الخطة الاستراتيجية وحددنا المشروع، مفروض الإدارة العليا توافق على الكلام ده، يبقى الحصول على موافقة الإدارة العليا على المشروع بتاعنا. بعد كده ابدأ بقى جو اهيد اشتغل يا عم الشيخ، يبقى ثم البدء في تنفيذ المشروع الذي تمت الموافقة عليه من خلال تنظيم فريق فريق العمل. يبقى تاني، مرحلة التخطيط تشتمل على كم عنصر؟ أربعة. ممكن نجيبها في سؤال، تمام كده؟ لأن إذا لم يتم التخطيط بشكل سليم هل إيه اللي ممكن يترتب على ذلك؟ قال لي والله في مشاكل يمكن أن تحدث. المشاكل دي أو المشكلات دي منها مثلا على سبيل المثال أو ذكرها عند حضرتك أنه سيتم تطوير النظم بشكل لا يفي باحتياجات المستفيدين، سيتم تطوير نظم مكلفة نتحمل فلوس كبيرة جدا وكتيرة جدا من حيث التشغيل أو الصيانة، ممكن ما يبقاش متوفر ميزانية أصلا محددة وواضحة لمراحل التطوير. طب هنخلص بعد فترة زمنية قد إيه؟ يبقى عدم توافر جدول زمني محدد وواضح لمراحل التطوير. يبقى دي كده بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث وتترتب نتيجة ايه؟ اذا لم يتم التخطيط بشكل سليم وبشكل جيد بتحدث بقى عدة مشكلات اللي احنا لسه ذكرناها لحضراتكم. نيجي بعد كده نقول جزئية تانية، ولا ممكن نختصرها على حضراتكم، ناخد بس اخر فقرة كمان اهي. ناخد الفقرة الأخيرة أهيت بعدها بكام صفحة، نلغي بقى كل دوت عشان نختصر عليكم أبنائي وبناتي الأعزاء. من أول، ويتضمن تحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير النظام، من أول السطر ده. يبقى الجزئية دي كده هناخدها مع بعض لو تكرمت، تمام؟ يبقى كل اللي فات ده عدناه اهوت اختصرناه. يبقى يتضمن تحديد الاحتياجات اللازمه لتطوير النظام ما يلي: واحد، تحديد القرارات المزمع اتخاذها وربطها بمركز القرارات. اثنين، تحليل القرارات حسب المستويات الايه
الإدارية حيث يتم تحديد احتياجات كل قرار وذلك حسب مستواه الإداري. 3 تحديد الموارد اللازمة لعملية التطوير. 4 يجب أن تتفق أو مراعاة أن تتفق خطة تطوير النظم مع الخطة الاستراتيجية للإيه؟ للتنظيم. هذا ويفضل أن تتم خطوات التخطيط بطريقة من أعلى إلى أسفل. يعني إيه من أعلى إلى أسفل؟ إحنا المفروض الهيكل التنظيمي أو مستويات الإدارة خدتوها في مقرر مبادئ الإدارة، أعتقد في المستويات الأولى خالص كان يقول لك كده، عندنا إيه؟ 3 مستويات، الإدارة العليا، الإدارة الوسطى أو التنفيذية، والإدارة الدنيا، صح؟ فيبقى من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن جهد التخطيط يبدأ بالإدارة العليا وينتهي بالإدارة الإيه؟ الدنيا، ثم يقوم محلل النظم بتقديم تقرير وتوصيات عن النظام الحالي والمشكلات التي تقابل هذا النظام والبدائل المتاحة لحل هذه المشكلات. اللجنة دي بتصل إلى أحد بديلين، هم حاجة من الاثنين، إما إنك يتم الإبقاء على النظام اللي موجود ونجري عليه يعني بعض التعديلات سواء بقى كانت بسيطة أو جذرية، أو الاقتراح الثاني او البديل الثاني الغي عام النظام القديم واعمل ايه؟ والاقتراح بنظام ايه؟ بنظام جديد. ده بعد كده هننتقل الى مرحلة مين؟ مرحلة تحليل نظم المعلومات المحاسبية اللي هي في الصفحة التالية على طول صفحة 57. مرحلة تحليل نظم المعلومات المحاسبية، مرحلة التحليل بتهدف اليه اصلا التحليل ده؟ اي بالظبط كده، لو في واحد مريض مثلا، يعني ربنا يعافينا ويحفظ الامه العربيه والاسلاميه رب العالمين وجميع المسلمين، لو بيروح لطبيب فبيقول له والله عايزك اطلب منك ايه بعض التحليلات او التحاليل، يعني اللي تعمل ما هو عشان تساعده على توصيف المرض، على تحديد العلاج المناسب، مش كده ولا ايه؟ يبقى التحليل ده بيهدف الى تحديد نقاط القوه والضعف اللي موجوده في النظام الحالي. يبقى تاني، بتهدف مرحلة التحليل إلى تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الحالي ومحاولة القضاء على مين؟ عشان نقاط الضعف دي نحاول نلغيها، طب ونقاط القوة لا نحاول نعززها وننميها. إذن مرحلة تحليل النظم بتهدف إلى التعرف عن كسب، كلمة كسب يعني عن قرب، يعني عن كسب على كيفية عمل النظام الحالي، ثم يقوم فريق العمل بإعداد توصيات لحل المشكلات القائمة. وهناك 4 مستويات للأهداف يمكن دراسة وتحليل النظم من خلالها. هي المستويات الأربعة للأهداف ديت ناخدها رؤوس أقلام فقط، اللي هي أهداف النظم العامة، أهداف النظم العامة، وأهداف نظم الإدارة العليا، وأهداف نظم الإدارة الوسطى أو الإشرافية، وأهداف نظم الإدارة التشغيلية. بعد ذلك يقول بقى بتشمل، أخذنا الأهداف الأربعة ديت أهي رؤوس أقلام، وتشمل مرحلة تحليل النظم مجموعة من الإجراءات، مجموعة من الإجراءات، من أهمها إيه بقى؟ 1 تحليل ودراسة النظم الحالية، 2 تحديد متطلبات النظم الجديدة، 3 اقتراح حلول لمعالجة مشكلات النظم الحالية وتوفير متطلبات النظم الجديدة، 4 تقييم الحلول المتاحة واختيار الحل الأفضل، 5 تنفيذ الحل الذي تم اختياره، مش بس كده، ومتابعة التنفيذ علشان لو في أي انحرافات تتم عملية التصحيح بشكل مستمر. ده كده مرحلة تحليل نظم المعلومات. بعد كده هننتقل إلى مرحلة تطوير نظم المعلومات. وقبل ما نقول مرحلة تطوير نظم المعلومات، هو في فرق ما بين، احنا قلنا تحليل النظم وفي حاجة تانية اسمها تصميم النظم. هل هناك فرق ما بين تحليل النظم وتصميم النظم؟ يعني هل هناك فرق ما بين التحليل والتصميم أم لا؟ هل هناك فرق بين التحليل والتصميم؟ المفروض احنا كنا خلصنا اللقاء، فاحمد ايه عبد المحسن بيقول لي نعم في فرق،
ها تعرف تقول لي ايه هو الفرق؟ وانصاف قالت نعم، ما اللي هيقول الهواي والبرقوا. تمام؟ طيب هسيبكم التحليل. طب حكيم هيقول اهو خلاص، انا كنت هقول اسيبكم للمحاضره القادمه يعني. ها التحليل دراسه. كمل يا حكيم، شكلك عارف الاجابه اهو، قول. التحليل هو كشف. تمام. ها مش عارف ليه دايما بتبقوا بخلة في الاجابه، يعني غريبه قوي في الاجابه بالذات، بلاقيكم بيه عندكم طبع البخل كده. ايه حتى الطلاب هنا اقول له ادي اكتب كل حاجه ووضح لي كده، مش يبقى هو عارف وفاهم كل حاجه، وليه عايز يعمل بالقطاره كده، بينقطني زي ما بيقولوا كده بالكلمه، اقول له قول الجمله على بعضها. فيعني برضه ايه. طيب حكيم بيقول دراسه الحالي. طيب تمام ماشي. ها انصاف بتقول تحليل نقاط القوه والضعف وتعزيز نقاط القوه، ده التحليل، ده التحليل مش كده؟ ها صح يا انصاف. تمام ممتاز، وحكيم اللي قاله صح، والعبد المحسن قاله صح. طيب ها التصميم. التصميم هو بناء النظام. اي تمام يا عم احمد، الله ينور عليك، بس كده اهو. شفت بقى ان انتوا ايه عارفين الاجابه، بس يعني ايه مش عارفين توضحوها. طب هقول لكم شيء غير موجود ما لا اساس ولا. الله الله، بسم الله ما شاء. بصوا يا انصاف، تعزمي نفسك، تعزمي نفسك على عصير على حسابي. تمام بس تسامحيني يعني بقى في ايه، في ثمنه يعني. بس على حسابي. تمام ممتاز، بس اديكم انتوا اهو، لان المفروض ايه كان معايا فنجان قهوه والله تركي، كنت عايز اعزمك عليه والله بصراحه، انت عارف البن المصري بقى يعني، يلا نسوق للبن المصري زي ما بيقولوا. طيب ممتازه يا انصاف، وبرده احمد الجويعي. ها ابدانا برده عبد المحسن، ربنا يكرمه، وحكيم. اقول انا باختصار كده عشان ما تاخدش غير دقيقه واحده وننهي اللقاء. ايه هو التحليل دوت؟ معناه ان انت بتدرس حاجه موجوده فعلا وقائمه، حاجه موجوده وقائمه. فده انا اقول مثال لطلابي يعني كوميدي كده عشان ما ينسوش. اقول لهم دلوقتي، هفترض دلوقتي انا عايز مثلا ايه، احمد الجويعي دوت والده عايز يجوزه. طيب ايه المشكله يا دكتور يعني؟ قال لك يا ابني بدل ما تاخد شقه بره ولا هنا ولا هنا، لا احنا البيت بتاعنا معمول كام دور، عباره عن طابقين، طب ما احنا نعمل كمان طابق فوق منه بس وخلاص. طيب هل البيت المنزل ده يتحمل ان انت تضيف الطابق الثالث ده ولا لا؟ قال لي هنجيب مهندس. المهندس ده يعمل ايه؟ هيدرس الاساس بتاع البيت، الاساسيات بتاعته، هل يتحمل ولا لا؟ يبقى معناه المهندس هيجي يعمل ايه؟ بيعمل تحليل للايه؟ للاساس الموجود والقائم فعلا، البيت موجود ولا مش موجود؟ موجود، بيعملوا دراسه وتحليل عشان يشوف يتحمل ولا ما يتحملش. يبقى ده اسمه تحليل، البيت موجود ولا مش موجود؟ لا موجود. يعني بيعمل له ايه؟ بيعمل دراسه لواقع وقائم وموجود، يبقى دراسه نظام موجود وقائم، اللي هو زي ما انصاف قالت تحليل نقاط القوه والضعف وتعزيز نقاط القوه. الاحتمال الثاني بقى، ها البيت مش موجود اصلا، بس والد احمد الجوعي قال والله يا ابني احنا عندنا قطعه ارض عباره عن 200 متر، ما تيجي نبني لك فيها بيت تتجوز فيه. قال هيبني البيت، هو البيت موجود؟ لا. قال امال هيعمل ايه؟ قال لي هيجيب مهندس. قلت له المهندس هيعمل ايه؟ قال لي هيعمل على تصميم مبنى جديد هو غير موجود وقائم اصلا، يبقى هو عباره عن ايه؟ ايجاد شيء من العدم. يبقى العمل زي ما انصاف قال كده، شيء غير موجود في الاساس والعمل على ايجاده، ان المبنى ده مش موجود ولا قائم، فالمهندس هيعمل ايه؟ تصميم لهذا المبنى، هيقعد يقول والله انت عايز الايه؟ الشبابيك تبقى عامله ازاي؟ طب البوابه تبقى عامله ازاي؟ طب هنعمل مدخل واحد ولا مدخلين؟ طب هنعمل المكان مثلا كم غرفه وصاله وكم حمام وكم مش عارف كذا ومواصفات ايه؟ هيقعد بقى يقول كل ده مش موجود، فهو بيعمل ايه؟ بينشئ شيء من العدم. اذا هناك فرق ما بين التحليل والتصميم. تمام؟ واضح؟ أطلت على حضراتكم إن شاء الرحمن، أرجو إن الجزء اللي إحنا تناولناه يعني، عشان أنا عايز إيه أسرع كده عشان نحاول ننجز النهاردة، نخلص النظري عشان لو في نصيب من الأسبوع القادم نبدأ في العملي بمشيئة المولى عز وجل. فإن شاء الله اللقاء
الثاني اللي هو في تمام الساعة الثامنة وخمسة واربعون دقيقة اليوم سنبدأ بمرحلة إيه بقى؟ مرحلة تطوير نظم المعلومات المحاسبية. أطلت على حضراتكم، معذرة يعني العشر دقائق دولت، يعني أرجو أن أنتم تسامحوني. هل هناك أي سؤال أو استفسار قبل أن ننهي هذا اللقاء؟ هل هناك أي سؤال أو استفسار أبنائي وبناتي؟ ربنا يكرمكم ورب العالمين. إلى أن نلتقي بحضراتكم في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.